كان انا عندي غير واحد جوج ديال الاسئله وواحد القلق يعني معين. المهم هذا الشيء اللي وصلنا له وهذا في الحقيقه هي القوه الاقتراعيه ديال الجمعيات في جميع المجالات، الجمعيات الحقوقيه دخلتنا المواطن حقوق الانسان، جمعيه الاعاقه رفعت على موضوع ديال الاعاقه، الجمعيه ديال البيئه رفعت على الموضوع الى غير ذلك، بمعنى ان الفعل الجمعوي مهم والدوله تلتقط هذه القوه الاقتراعيه وتتفعلها وتديرها في اطار المشروع. غير في هذا الجانب الاعاقه اتساءل ما مصير الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، الاطفال المختلفين اللي من 2000 لهنا اللي ما كان مازال ما تنزل هذا المشروع واللي غادروا المدرسه. واش ما يمكنش نخلقوا لهم، ما يمكنش في الرؤيه الاستراتيجيه ان الفرصه الثانيه اللي خاصه بهم في الحقيقه، لان ضاعوا كما ضاعت اجيال اخرى ومن حقهم هذا. انا نقول لي من 2000 لهنا راه وصلوا اللي عنده 20 عام عنده 21 سنه. فين مشاو؟ لان مقبلين في الحياه، ما كملوش الدراسه ديالهم، ما قادرينش يندمجوا، فين غادي يمشيو؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، واش في الرؤيه الاستراتيجيه وفي هذا المشروع كيفاش انا اظن انه خاص منهاج دراسي لبعض الاطفال ذوي خاص، منهاج دراسي خاص بهم بعض الاطفال اقول لي قادرين يستوعبوا القدرات العقليه ديالهم الى غير ذلك، وخاص اساتذه مكونين ومتخصصين في المجال. اذا الوزاره تشتغل على هذا الشيء، ولكن عندنا المستقبل كيفاش نربطوا هاد الاطفال بسوق الشغل؟ لان حنا تنقلبوا على طفل اللي غادي يكبر اللي غيكون عنده حياه. خصو راه في اوروبا كاينه مجموعه من الفضاءات اللي تستقبلهم في الشغل خاصه بهم. واش الوزارة تتفكر في هذا الأفق أنها تربط هاد الأطفال ولا المسار الدراسي ديالهم تربطو بسوق الشغل، لأنه قرا وخدا شي حاجة وباك ولا فين غيمشي؟ فين؟ أنا خصني مواطن كامل باش ما تبقاش هاد البوابة.